بسم الله الرحمن الرحيم. المناضلة مريم رجوي، الأخوة والأخوات الأبطال أعضاء مجاهدين خلق المحترمين، رمضان كريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يعود علينا رمضان والنجاح قد تحقق لثورة الشعب الإيراني البطل وسقوط نظام الملال المريض الفاسد المجرم، ونعود جميعا إلى طهران الحرية والمساواة والعدل والديمقراطية. الأخوة والأخوات الأعزاء، إن حركة المقاومة في إيران أقوى من أي وقت مضى، وشجاعة الشابات والشبان الذين نزلوا إلى الشوارع في خلال الستة أشهر الماضية من أجل الدفاع عن مستقبل حر وديمقراطي، بالإضافة إلى وحدات المقاومة التي هي منبع الأمل للشعب الإيراني ومحرك التغيير في الداخل، تزداد قوة كل يوم، وكلما زادت قوة ضعف النظام أكثر. خوف خامنئي ونظامه المتهاوي من ضربات المجاهدين والثوار من الشعب الإيراني البطل خلال 44 سنة الماضية، مع تعاظمها مرات عدة في خلال الستة أشهر الماضية والتي فيها حزم الشعب الإيراني وبكل قواه على إسقاط النظام، مع تعاظم الاعترافات بقيادة الثورة للداخل الإيراني من قبل المجتمع الدولي، والتي آخرها الأسبوع الماضي كان القرار 100 من الكونغرس الأمريكي، والذي يؤيد خطة الرئيسة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران، والتي فيها يحدد النظام الجديد بجمهورية ديمقراطية أساسها حقوق الإنسان، كما أكدوا رفضهم الرجوع إلى أي نوع من أنواع الدكتاتورية كإعادة ابن الشاه السابق. هذه الخطة حصلت على تأييد شخصيات أمريكية مهمة وعالمية كالسيد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق، والسناتور جون ليفرمان، والسناتور روبرت تورسلي، والجنرال جيمس جونز، وجون بولدن مستشارين الأمن القومي لأوباما وترامب. بعد أكثر من 44 عاما من النظام والجهاد المستمر ضد هذا النظام الملاوي القسخوني المتخلف من قبل المقاومة الإيرانية بقيادة مجاهدين خلق البطلة، يجب على الغرب والعرب وجيران إيران بالتخلي عن سياسة استرضاء ملال إيران التي أثبتت فشلها في السابق، والتي لن تكون أحسن في هذه المرة. على قوى العالم الحر وأخوتنا المسلمين والعرب في الشرق الأوسط ضرورة استخدام القوة في التعامل مع نظام الولي الفقيه، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني من أجل الدفاع عن قضية الحرية والعدالة، ووقف كل الجهود الداعمة للمفاوضات النووية مع طهران. سياسة الاسترضاء للنظام الملاوي سيزيد من عدم الاستقرار والوصول إلى السلام الحقيقي، ويساهم في إثراء النظام الذي عذب ويعذب الشعب الإيراني وتداعياتها الكارثية في زيادة الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة. ثوار العراق هذه الأيام في الشوارع أيها الأخوة والأخوات يطالبون مثلكم بإسقاط النظام، وأن نجاحنا قريب، وأن ثورتنا سوف لن تخمد نارها إلا بعد طرد الملال المجرمين من أرضنا، وإنها لثورة حتى التحرير والنصر بإذن الله وقوة سواعد أبطال المقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.